بالبداية خلينا نتذكر أنواع الأساسية اللي تمر فيها أكيد صف ثاني، غالبا في أغلب الأقسام صف ثاني، اللي هي الباينري والأوكتر والديسيمال والهكساديسيمال، واللي هي تسمى بهذه الأسماء المختلفة بسبب عدد الرموز التي يمكن كتابتها بالديجيت الواحد. إحنا كل أنظمة الترقيم المتعامل بها يكون على اليمين هي least significant digits، معناتها هي الديجيتس اللي أقل أهمية، واللي بالنظام العشري إحنا دائما نتعارف إنه نسميها الآحاد، وعايش كل ما تحرك على اليسار يزيد أهمية الديجيت ووزنه بالنسبة للرقم بشكل عام، واللي هي نبدأ نسميها الموست significant digit، وبالنظام العشري متعارف عليه نسميها العشرات والمئات والآلاف وهكذا كل ما تتجه يسارا. فالقاعدة في كل نظم الترقيم قاطبة، إلا إذا يعني صار اجتهاد من أحد المصممين لأحد نظم الترقيم قال لا أنا أريد أغير التسلسل، أخلي على اليسار الآحاد وعلى اليمين تجس. طبعا هذا من واحد من الاختيارات إذا وصلت إلى هذه المرحلة وتريد تصمم نظام ترقيم، أوكي ما بيفد مانع حقيقي، لكن لحد الآن الستاندرد القائم على اليمين عندنا الآحاد أو الليست سيجنفكانت ديجيت، وعلى اليسار عندنا الموست سيجنفكانت ديجيت. الباينري يسمى باينري لأنه الديجيت الواحد ممكن ياخذ فقط احتمالين، فثنائي الاحتمالات اللي هي اما صفر اما واحد. الاوكتل يسمى اوكتل لانه الاوكتل هي مختصر او تسميه للثمانيه، فسمي ثمانيه لانه الديجيت الواحد ممكن ياخذ سبع عفوا ثمان رموز مختلفه، الصفر رمز وبعدين واحد واثنين وثلاثه الى حد سبعه، رقم سبعه مجموع عندنا يكون لي ثمانيه رموز، فلذلك سمي اوكتل. الديسيمال المتعارف عليه النظام العشري اللي احنا دماغنا تعود يتعامل به سمي ديسيمال، الديسيمال معناته 10. ليش؟ لان يعني الديجيت الواحد ياخذ الرموز 0 1 2 3 9 الى الاخير، مجموعنا الكلي 10 رموز. الهكسا ديسيمال هذا النظام راح نتعامل وياه هواي خلال السنه، لانه الهكسا ديسيمال راح نتعامل وياه احنا الفصل الاول مايكرو بروسيسور وبرمجه، فالهكساديسيمال هو النظام السهل اللي ممكن يتحول بسهولة إلى الباينري وإلى الأوكتال، زين، وبالتالي راح يكون معتمد في توصيف الأدرسز المختلفة، في توصيف القيم الرقمية المختلفة، زين، في توصيف عناوين الانبوت اوتبوت بورتس اللي تقرأ معلومات من خارج الديفايس، من مثلا سبيد ميتر، مثلا بريشر ميتر وهكذا. فالهكساديسيمال اللي هو غالبا راح نتعامل به، فاحنا سوينا هاي المحاضره حتى نركز على الهكساديسيمال، وايضا حتى نضيف معلومات نوسع مداركنا بما يخص نظم الترقيم المختلفه. زين، الهكساديسيمال ليش هكساديسيمال؟ معناته 16، 16 معناته الديجيت الواحد سوف ياخذ 16 رمز. لما نبدي الرموز اللي موجودة بدأوا من الصفر، الواحد اثنين ثلاثة إلى تسعة، هذني من صفر إلى تسعة هذني 10 رموز، ضافوا عليهم اختيار المصمم قال الرقم 10، ما أقدر أكتب 10 لأن يعني 10 طبيعته راح يأخذ مرتبتين، راح يسوي لي أرباك، زين، ويسوي لي خلل، ما راح يقدر المشاهد يقرأ بشكل صحيح ويميز هذا شنو يقصد بالعشرة، هل هي 0 1، زين، ما أخذت مرتبتين لو هي رقم 10، فاحتاج انه يبتدع رمز ياخذ ديجيت واحد، فاختياره كان انه رقم 10 يحط اي، انت باشر عقب تسوي نظام مكان الاي تخلي نجمة، فالنظام يخلي مكان البي تخلي مثلث وهكذا، فالاي اللي صمم الهكساديسمال قرر انه الاي يساوي 10، وقرر انه البي يساوي 11، وبعد البي اكو سي ودي واي واف، الرموز كل واحد الاي يساوي 10، البي يساوي 11، السي يساوي 12، الدي يساوي 13، الاي يساوي 14، الاف يساوي 15. فهنا انا هسم الحروف هذه من الاي الى الاف مع الارقام من 0 الى 9 مجموعنا الكلي 16 رمز، فلذلك يسمي هكساديسيمال نمبر. زين، هنا فد سؤال ليش نستخدم الباينري؟ لأن يعني الباينري الوحدة أسلوب ترقيم مجبرين إحنا عليه. ليش؟ لأنه مرتبط ويا المنظومات الرقمية، واللي هي لحد الآن المنظومات الرقمية
تعتمد في نقل المعلومات على إشارة الأون والأوف. الأون ممكن تأخذ فولتيات مختلفة، طبعا حاليا تطور النظام، قبل كانت أغلبها 5 فولت، هسه حاليا أكو 5 فولت، أكو 3.3 فولت، وأكو أقل من هيك حتى إلى يصل إلى 1.2 فولت. فالليفل مالت الون اللوجيك ون زين بدا يقل مع تقدم التكنولوجيا، قاموا يقللون الليفل مال الفولتيه مالته حتى يقدرون يخلون كومبوننت اكثر في تشيب واحده، بدون ما يصير نحتاج الى منظومه تبريد ضخمه حتى تبرد هاي التشيب. فنقصوا اللوجيك ون القيمه مالته، مكان ما 5 فولت صمموا الكترونيات جديده بحيث اللوجيك ون اصبح 1.2 فولت، لكن الصفر ظل على قيمته، الصفر يساوي صفر فولت. اوكي، بما انه اللي قلنا الاون والاوف هو حالتين، فقلنا واحده من الامور الاخرى اللي تجبرنا على استخدام الباينري. اوكي، والستيت الوحده اللي هي الاون او الاوف تمثل احد السيمبلز، فبالتالي ايضا صار عندنا سيمبل اما زيرو اما وين، فاضطرينا نستخدم نظام الباينري. في لما نجي نتحدث عن اي منظومه مايكرو بروسيسور تجي بالوجه نظام الباينري. زين، القيمة مال هاي النظام الترقيمي الباينري شلون نحسبها؟ شلون نحسبها؟ تنحسب حسب القانون التالي: قيمة الرقم شو تساوي؟ مجموع على أو خلال الديجيتس اللي مستعملة اللي بيها أرقام، القيمة بالديجيت اي، أو خلينا نقول الديجيت الأول الثاني الثالث، هاي حتبدي من أول واحد إلى نهاية الديجيتس اللي مستعملة، مضروبة في البيز. البيز اللي هو شنو؟ هذا البيز هو رقم يساوي عدد الرموز اللي مستعملة في هذا النظام الترقيمي عندك. فكباينري سيستم البيز هنا لازم يكون 2، كأوكتال سيستم نمبر سيستم البيز لازم يكون 8، كديسيمال هنا راح يكون البيز يساوي 10، كهكسا ديسيمال البيز راح تعتمد هنا 16، مرفوع للرانك مال ديجيت اي. طبعا الرانك مال ديجيت اي الرانك يبدي من قيمة صفر بالنسبة للي سيجنفكانت بيتس، ويزداد كل ما نتحرك الى اليسار لما نوصل لما الى الموست سيجنفكانت ديجيت، فيبدي بصفر من اليمين على الاقل اضعف قيمه، واحد اثنين ثلاثه وهكذا يتزايد كل ما نتحرك الى اليسار. فمرفوع على الاس اللي يخص الرانك للديجيت اللي بيه مكتوب رقم. هسه نشوف زين، في بعض الاحيان عندنا هايبريد نمبرنج سيستم، اوكي، فالبيز ممكن ياخذ قيم مختلفه. ملاحظة ما كل شوية راح نستعملها most significant digit، هنا عندنا رقم باينري، خلينا نشوف هذا كم يكافئ نستذكر المعلومات اللي دارسها قبل، لأنه احنا كنا راح نستخدمها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، نحتاج تكون معلومات فريش، ما نبقى نحسبها كأنما احنا لأول مرة نتعلمها. فهنا عندنا هسه الآحاد وين موجودة؟ حتما الآحاد اللي significant digits هي مو آحاد، يعني بالضبط هي ممكن نسميها وحدات، لانه هذا اللي سيجنفكانت ديجيت دائما المالتيبليكيشن ماله او الوزن ماله واحد. اوكي، بعد هنا أنا بالنظام العشري المالتيبليكيشن الوزن ماله 10، بينما بالباينري الوزن ماله يختلف. خلينا نشوف، لكن اللي على اليمين دائما الوزن ماله واحد، فهنا عندنا الاحاد وعلى اليسار يبدي يزايد الرقم. لو نجي نطبق المعادله اللي مرت علينا قبل دقائق، ايش راح يكون عندنا؟ البيز لازم عندنا مرفوع لأس يساوي قيمة الرانك مضروب في القيمة بالديجيت اللي دا نتعامل وياه. اوكي، كل هاي القيم يتم تجميعها، يتم تجميعها، تعرف هذا الرمز عبارة عن سميشن للقيم التي يتم حسابها مع كل قيمة جديدة للآي، اللي هي الآي يساوي عدد الديجيتس. زين، هنا عندنا مكتوب رقم واحد تضرب في 2 مرفوعة للرانك، الرانك قلنا يبدي بالقيمة صفر ويبدي زايد، فواحد مضروب في 2 أس صفر، 2 أس صفر تساوي واحد، فواحد في واحد الناتج واحد، يجمع معه واحد مضروب في 2 مرفوع اللي هي 2 هي البيز مرفوعة للأس واحد اللي هو الرانك، واحد في 2 الناتج ماله 2، فإذا عندنا القيمة النهائية 1 زائد 2، ونستمر الآن عندنا صفر مضروبة في 2 مرفوعة إلى الرانك المالت اللي بقيمته 2، لكن هنا في كل الأحوال ما طول صفر انضرب في قيمة فانتهى دورها، ما راح تدخل بالحساب. زائدا قيمة الديجيت الآخر مضروبة في البيز مرفوع للرانك،
اوكي الناتج صفر هنا، يعني مهما يكون القيمة هاي راح نتجاهلها، مضروبة في صفر. اوكي اجانا الرقم الاخر، واحد مضروب في، مضروب في اثنين للأس الرانك اللي وصل لها في هذا الديجيت. الرانك في هذا الديجيت قلنا اذا نبدي صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، فاثنين اس اربعة، اثنين اس اربعة 16، واحد في اثنين اس اربعة اللي هي 16، اذا ينزل 16. فما يكافئ هذا الرقم اللي هو بالشكل الباينري يكافئه بصيغة الديسيمال اللي هو متعود عليها دماغنا انه يفهمها ويقدر يحللها ويقدر يعطيها معنى في، يعني يا الاكبر يا الاصغر نقدر نفهمها. مو سهل على دماغنا انه يعامل هذا الرقم بصيغة الباينر ويحكم ايهم اكبر وايهم اصغر، نحتاج دائما نحولها الى صيغة عشرية حتى نقدر نفهمها. فهذا الرقم هو 1 زائد 2 زائد 16، المجموع 16 17 المجموع 19. زين 19 لما نكتبها، بما انه هسه حاليا احنا نتعامل في نفس الوقت بانظمه ترقيم مختلفه، ممكن باينري ممكن اوكتال ممكن ديسيمال ممكن هكسا ديسيمال، وممكن يجوز نظام ترقيم هايبريد جديد. اوكي ففي هاي الحاله نحتاج نعرف قوسين ونحط يمه الاساس الرقم اللي بدنا نستعمله. اوكي فهاي العشره مهمه حتى تقول لي انه هذا النظام بالنظام العشري. زين هذا النظام ايضا المفروض انا احط هنا أنا اما قوسين اوكي واكتب بي 2 فحتى اعرف انه هذا النظام باينري، لانه ممكن هذا الرقم يكون عشري، يعني ممكن انا تقرا 10011. اذا تمام موجود هنا أنا ما يدل على انه هذا النظام على اي سيستم دا يتبع، ممكن تقرا كيفك، ما راح يجبرك احد اوكي الا اذا اكفل شيء تم تعريفه. طرق تعريف مختلفة طبعا، ممكن انه انا احط العشرة هنا أنا حتى افرز اميز هذا الرقم انه عشري، او ممكن انه انا اجي هذا الرقم اكتب يمه ديسيمال دي اي سي فاميز انه هذا الرقم ديسيمال، او ممكن اكتب يمه اوكتال او سي تي فمعناته هذا الرقم بنظام الثماني، او ممكن اكتب باينري بي اي ان فمعناته هذا الرقم. فباينري هنا أنا ممكن لانه انا عندي رقم 9 الباينري، ممكن هنا أنا اذا هذا رقم انا اريد اميزه ما يكون اشتباه على القارئ، فالمفروض انا اكتب بعده بي اي ان، او خلال الشرح او في مكان معرف انه مثلا كل الارقام انا حاليا دا استخدمها باينري، او ممكن يكون هكساديسمال، يعني هذا رقم اذا ممكن يكتب بهذه الصيغه هكساديسمال فلازم اجي اكتب وراء اتش اي اكس حتى يعني اقدر اميز نظام الترقيم اللي حاليا مستعرض ليتم التعامل به. هنا أنا ده بعض الشرح بما يخص الديسيمال نمبر، راح نبدأ من عنده على تمييز الفارزة، حندخل على وجود الفارزة. الديسيمال نمبرينج، الديسيمال نمبرينج سيستم uses a base of 10. It uses one of 10 different symbols at every digits اللي هي مرينا عليها ذكرها. The weight value for each position is as follows. هنا تطور الحديث الى موضوع البوينت. لما عندنا على يسار البوينتس قلنا الرقم يكون مرفوع الى الرانك ماله، ونبدي الرانكس بالقيمه صفر، والى كل ما نتحرك الى اليسار الرانك يزيد قيمته صفر واحد اثنين ثلاثه وهكذا. زين يمين الفارزه الرانك راح تكون قيمته بالسالب، فراح يكون عندنا البيز مرفوع الى الاس بقيمه سالبه، فهنا راح يكون القيمه اللي مكتوبه هنا مضروبة في الوزن مالت، مضروبة في الوزن مالت. اوكي فهنا عندنا الوزن مالت المرتبة هي 10 اس ناقص 1 فهي 0.1، المرتبة اللي على يمينها راح تكون 10 اس ناقص 2 اللي هي 0.01 وزنها 0.01، المرتبة الثالثة 10 اس ناقص 3 وهكذا. كل ما نتحرك الى اليمين بعد يمين الفارزة راح الوزن مال الرقم يبدي يتناقص، ليش؟ صار 10 أس ناقص 4 5 6 وهكذا. هنا each digit appearing to the left of the decimal point may take value between 0 and 9. هاي هنا الأرقام its power is represented by its position within the number rank، هاي تتزايد، بينما digit appearing to the right of the decimal point represent a value between 0 and 9 times and increasing negative power of 10. واضح. فعندي هنا البيز مرفوع لأس يبدي من ناقص واحد ناقص اثنين وهكذا تبدي ناقص القيمة ما تكون ما تحرك إلى اليمين. اوكي
هذا مثال، ذا فاليو هذا مثال راح يمثل القانون بالعشري، راح شلون راح نحسب حسب القانون وراح نخرج بنفس النتيجة، لكن فقط راح نشوف انه شلون نقدر اللي يحلل دماغنا بشكل مباشر احنا راح نحوله الى قانون ونقدر نطبقه. يعني مثلا هاي انت في اليوم عندك حاسبة وتريد تحط عليها نظام يميز الارقام ويعرف قيمتها من مكتوبة بشكل رموز تجمعها من كذا مكان وتريد تعرف القيمة النهائية، ممكن نطبق القانون. فهنا أنا راح نطبق القانون، راح نعتبر أن دماغنا غير قادر مبدئيا على تحليله، وبعدين ممكن القانون نوسع تطبيقاته إلى نظم ترقيم أخرى. فراح هنا نشوف عندنا الرقم بي بوينت، فعندي 7 أو عندي من بعد اليسار البوينت عندي 5 2 7، يمين البوينت 1 9 4، فهذا الرقم ماذا يساوي؟ لما نجي يمين البوينت عندي شنو؟ 5 مضروبة في 10 مرفوعة للأس، اللي هو 10 هي البيز مرفوعة للأس اللي يساوي الرانك، واللي قلنا ندي بالقيمة 0، فخمسة في 10 أس 0 اللي قيمته تساوي 1. هنا أنا 10 أس 0 يساوي 1 مضروب في 5، المجموع كله 5، زائدا 10 للأس 1 مضروب بكم؟ مضروب ب2، مضروب 2 في 10 أس 1، زائدا 7 اللي هي القيمة اللي موجودة بالديجيت الثالث على اليسار مضروبة في 10 أس 2، هذا بما يخص يسار الفارزة البوينت. على يمين البوينت شنو الأرقام اللي عندي؟ عندي 1 مضروب في 10 أس ناقص 1، زائدا 9 اللي هو الرقم الثاني مضروب في 10 أس ناقص 2، زائدا 4 القيمة اللي مكتوبة على اليمين مضروبة في 10 أس ناقص 3. لما نجي شوية نبسط هاي العمليات الضرب، نحط القيمة بدون صيغة بدون الأس، راح يكون عندنا على يمين الفارزة راح يكون 5 في 1 زائدا 2 في 10 زائدا 7 في 100. على يمين البوينت ايش راح يكون عندي؟ 0.1 زائدا 9 في 0.01 زائدا 4 في 0.001، مجموع اعتيادي لهذه القيم راح يرجع يحسب لي الرقم. فهنا أنا فقط أكدنا أن القانون اللي درسناه اوكي صحيح ده يؤدي الرقم والعمليه الحسابيه صحيحه. زين اذا نجي نطبق على نظام الباينري نفس الاسلوب، نريد نطبق على نظام الباينري لما يكون عندي بي بوينت. اوكي هنا أنا شنو اللي دا يصير؟ The binary numbering system uses base of 2 includes only the symbol 0 and not even every digit. Okay, the value of the binary number. هنا أنا مثال شلون راح نحسب القيمه مال الباينري نمبر، بس لكن هذا الباينري نمبر بي بوينت، فشلون راح يصير؟ نجي نحط الارقام اللي بصيغه الباينري اوكي، واسفل منها الاوزان مال كل ديجيت. فعلى يمين البوينت عندي 1 0 1 اثبتها 1 0 1 اوكي، على يسار الديجيت 1 2 0 1 1 2 0 1. زين الاوزان مال كل ديجيت على يسار الديجيت راح يكون 2 أس 0 2 أس 1، ليش الاثنين؟ لان يعني عندي البيز مال السيستم هنا بالنسبه للباينري البيز مال 2، ف2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 3 وهكذا. زين على يمين البوينت 2 أس ناقص 1، 2 أس ناقص 1 شنو معناته؟ معناته 1 على 2 نصف. الديجيت الاخر 2 أس ناقص 2 شنو معناته؟ ربع. الديجيت الاخر اللي على اليمين 2 أس ناقص 3 معناته شنو؟ 1 على 8. هنا أنا عندي ده تتضاعف 2 4 8، بين هنا أنا أيضا عندي 2 4 8 16، هنا أيضا تتضاعف، لكن هنا تتضاعف بالبسط هنا تتضاعف بالمقام. فهنا أنا تقل أهمية الديجيت كل ما نتحرك على اليمين، هنا تزداد أهمية الديجيت كل ما نتحرك إلى اليسار. زين هنا أنا ساعدنا عملية ضرب وجمع، الرقم اللي مكتوب هنا أنا بالديجيت اللي على اليمين مضروب في الوزن ماله يجمع مع ناتج الضرب ما بين محتويات الديجيت الاخر اللي على اليمين مضروب في الوزن ماله يجمع مع محتويات الديجيت الاخر مضروب في الوزن ماله، فراح يطلع لنا ما يكافئ هذا الرقم بالنظام العشري البوينت يمين البوينت. على يسار البوينت نفس العملية، ما موجود هنا الواحد او الصفر مضروب في الوزن ماله يجمع مع المحتويات او ناتج الضرب ما بين محتويات الديجيت الاخر في الوزن ماله، ويجمع كذلك مع ناتج الضرب ما بين محتويات الديجيت مضروب في الوزن المرافق له، زائدا محتويات الديجيت اللاحق مضروبة في الوزن ماله، زائدا محتويات الديجيت اللي بعده مضروبة في الوزن ماله. زين بهاي الحالة عندنا هنا 0 مضروب في قيمة، فهاي 8 انتهى دورها ما راح تستعمل.
صفر مضروب في 2 أس 2 هنا الأربعة حينتهي دورها، ما راح تستعمل. راح هنا حيث يكون عندنا الواحد زائد 2 زائد 16 اللي هي 19، على اليمين نصف زائد 1 على 8، ايش قد راح يكون عندنا ناتج؟ توحيد طبعا مقامات، ممكن بالحاسبة تجمعها تحط النتيجة بشكل نهائي، فراح يطلع 19.05 4.625 المفروض. باينري تو ديسمال، شلون نحول من باينري الى ديسمال؟ قلنا هذا الحساب سويناه نفس القانون، لكن هنا عندنا البيز تقريبا مثال اخر، هذا مكرر ما بي ما راح نمر عليه بسرعه. هنا انا عندي باينري بدون بدون فارزه، لكن انا بس مجرد عدد البتات ازيد، عمليه الحساب تمتد بشكل اكبر. زين، على العموم انت مو الا تسوي هاي الطريقه مال البيز اس 2، ممكن تحفظها. ليش؟ بالنسبة للنظام الباينري احنا عندنا تدي بوزن يساوي 1، بعدين 2، بعدين 4، بعدين 8، بعدين 16، بعدين 32، بعدين 64. بسهولة تقدر تعرف الوزن، او انت من الاول تجي تكتب الاوزان مع الرقم، مع الرقم هنا تجي هذا الرقم تكتب فوق كل ديجيت الرقم اللي راح ينضرب به، فتبدي هنا 1 2 4 8 16 32 64 128 وهكذا، فتجي تجمع الأرقام فقط اللي مرافق وياها رقم الواحد. فهنا أنا عندي الواحد راح أتركه، راح أجمع الاثنين ويا الثمانية، أوكي 16 عفوا 32 64 أجمعها، 128 أجمعها. فممكن يكون حساب بالنسبة للباينري أسرع، وعش كل ما أنت تتمرس في عمليات التحويل والتعامل مع النظم المختلفة تقدر هاي العمليات تسويها بسهولة. زين، التحويل الجديد شلون نسوي؟ ديسمال تو باينري، من 20 الى باينري، ايضا انتم ماخذين سابقا، خلي نتذكره مره ثانيه حتى يصير التعامل ويا سريع. عمليه تحويل من ديسمال الى باينري او من ديسمال الى اي نظام ترقيم اخر، زين، تتم بعمليه التقسيم المتكرر على البيز، على البيز مال نظام الترقيم اللي راح نتعامل وياه. فاذا كان ديسمال الى باينري، فالباينري البيز مال 2، فمعناته انا راح اسوي عمليه تقسيم متكرر، ريبيتيتيف او ريبيتد ديفيجن باي 2. هنا أنا خلينا ناخذ مثال يسهل الفهم. هنا أنا مطلوب من عندنا convert the decimal number 333 to binary، حول هذا الرقم من 20 الى binary. فهنا أنا ممكن تسوي جدول، تحط الرقم الاساسي قسم على 2، تنزل الناتج، زين، وتلاحظ اذا اكو باقي، اذا اكو باقي، زين، هذا سيمثل ال least significant digit، أول عملية تقسيم إذا كان بها باقي. خلينا نبدأ هنا بشكل خطوة بخطوة. 333 تقسيم 2 حيطلع 166، ويبقى عندي 1، أو أنت إذا قسم بالحاسبة راح يطلع عندك 166.5. 0.5 معناته هذه عندي أنا يعني باقي، زين، ال 0.5 إذا تقدر تسويها بنظام تقسيم أنه تطلع القيم رقم وباقي، تقدر بسهولة تميز أنه أنا عندي الباقي قيمته 1. إذا ما عندك بالحاسب هاي الوظيفة بحيث حيطلع لك 0.5، شلون تقدر تعرف قيمة الباقي؟ تجي هاي 0.5 إذا تضربها في 2 أوتوماتيكيا الناتج 0.5 مضروبة في 2 يطلع الناتج 1. فإذا البوينت القيمة اللي بعد البوينت إذا ترجع تضربها بالبيز راح بسهولة تحدد قيمة الباقي. فهنا 166.5 تكتب بس ال 166، ال 0.5 هي معناتها اكو عندي باقي قيمته 1. زين، 166 نزلها مرتبة، وإذا نقسمها على 2، 166 تقسيم 2 حيطلع 83. لما هاي الحالة عندنا رقم زوجي قسمناه على 2 ما عندي باقي، أثبت صفر. أجي 183 أقسمها على 2، راح يطلع الناتج 41.5. 0.5 معناته اكو عندي باقي قيمته ايش قد؟ قيمته 1. ليش انا عرفت 1؟ 0.5 اضربها في البيز راح يطلع لي الباقي بشكل واضح، بشكل اوضح، مكان ما صيغه كسر 20 راح يتحول الى صيغه انتجر نمبر، اقدر اكتبه هنا بالجدول. زين، ال 41 انزلها واقسمها على 2 حيطلع 41 تقسيم 2 20، ويبقى عندي 1. ال 20 ارجع اقسمها على 2 ناتج 10، الباقي 0.
ثبت الباقي، كل ما اسوي عملية تقسيم اثبت الباقي، ماكو باقي اكتب صفر، اكو باقي اثبت قيمته. اوكي، 10 تقسيم 2 ناتج 5، باقي صفر. 5 تقسيم 2 ناتج 2، لكن عندي يبقى باقي 1. 2 تقسيم 2 انزلها واقسم على 2 الناتج 1، وماكو باقي. 2 تقسيم 2 ماكو باقي، الواحد انزله. الواحد تقسيم 2، واحد تقسيم 2، واحد تقسيم 2 ما ممكن تقسيمه يطلع، هو راسا حيطلع عندي 0.5، فمعناته عندي باقي زين قيمته هنا احوله 1. زين، الباينري نمبر نتيجة عملية التقسيم المتكرر هو عبارة عن هاي الأرقام، الواحد يمثل لي سيجنفكنت ديجيت، هذا الصفر هو الديجيت اللي بعده، وهكذا. الموست سيجنفكنت ديجيت هو آخر قيمة نتجت من عملية التقسيم المتكرر، اللي أما بالأخير ينتج لي صفر وماكو باقي وينتهي إلى هنا، أو راح ينتج لي واحد، والواحد من أقسمه على اثنين راح ناتج صفر ويترحل عندي باقي. بس لو أجي أصفط هنا بشكل أفقي راح تكون عندي هنا واحد صفر واحد واحد، واللي راح نحصلها بالشكل هنا النهائي. هاي الخانة، هذا الجدول اللي هي قيمة الباينري شلون تتشكل، ممكن تكتبها ممكن لا، بالأخير بس تجمع هاي الأرقام تثبتها بشكل صحيح، تبدي منها على اليمين زين، وتحصل القيمة الناتج النهائي اللي موصوف هنا، القيمة النهائية بهذا الشكل. ده هيك ساعد سمال نمبرينج، ها 16 سمبل من افري ديجيت. هنا موضوع اخر، قلنا العشرة تكافئ اي، والبي 11 والسي 12 والدي 13 والاي 14 15 يوازي رقم 15 يوازي او يستعمل بدل الحرف اف كرمز. شو نحول من هكساديسيمال الى باينري؟ العمليه سهله جدا، تتم لما انت تبدي تقسم الباينري فاليو، تعزل كل 4 ديجيتس سويا، كل 4 ديجيتس سويا، وبالتالي تقوم بتحويل كل واحد من هاي ال4 ديجيتس على حده بدون ما العلاقه بالديجيتس الاخرى. فهنا أنا عندي مثال الباينري فاليو اللي هي 0011، هنا عندنا اول ديجيت على اليمين هو وزن مال 1 2 4 8، بما عندي هنا اصفار الواحد والاثنين راح يدخلون بالحساب او بالمجموع، فعندي الاربعه والثمانيه مجموع مالهم حيطلع 12. 12 لو نجي هنا شنو هو المفروض نكتب الرمز سي، فاول 4 بتات هي تكافئ الرمز سي او الحرف سي. يعني الاربعه ديجيتس اللي لاحقه 0101، فعندي هنا واحد ما راح يستعمل، اثنين مستعمل، اربعه ما يستعمل، ثمانيه يستعمل. اوكي، فواحد اثنين اربعه ثمانيه، واحد اثنين أربعة ثمانية، لا المفروض يطلع 10، وعندي غلط أنا بالحساب، المفروض هذا 1 2 4 8. فهنا أنا عندي بس مجرد مثال، الباينري فاليو هاي اللي 0101 مثال، مثال مجرد مثال حتى نحولها من باينري إلى هكساديسيمال فاليو. فهنا أنا عندي جمعت كل 4 وبديت أحول من الباينري إلى ما يكافئها بالهكساديسيمال. لأن التحويل قلنا سريع، أنت من تبدي تتعامل ما ترجع تحط العملية الحسابية هاي المطولة، تقول هنا أنا عندي هذا الديجيت على اليمين وزن ماله 1، اللي بعده وزنه 2، اللي بعده وزنه 4، اللي بعده وزنه 8، بما أنه هنا عندي أصفار فقيمة ما راح تدخل بالحسبان، ما راح أجمعها، راح أجمع الاثنين في الأربعة والثمانية، فأربعة وثمانية تساوي 12، 12 ما يكافئها بالرمز اللي يكافئها بالهكساديسيمال راح يكافئها الحرف سي، فأجي أكتب تحتها سي. اللي بعده عندي 1 2 4 8، فالثنين موجود الثمانية موجودة، مجموعهن 10، مجموعهن 10، أنا هنا غلطان كاتبة 9، هي المفروض الحرف أي، المفروض الحرف أي. أوكي، هنا عندي بعدين 1 و2 و4 و8 اللي يدخلن بالمجموع، عندي فقط 1 و4 اللي هو الناتج مالهن 5، 5 بما أنه شاغل ديجيت 1 فينزل مباشرة بدون ما موجودة الحاجة إلى استخدام الأحرف. اللي يعني عندي هاي الحالة اللي هي كلها وحدات، 1 و2 و4 و8 كلها موجودة، فواحد زائد 2 زائد 4 زائد 8 حيطلع الناتج 15. 15 ما راح اقدر اكتبه مباشرة لانه يشغل لي ديجيتات 2 ويسوي لي ارباك، فارجع بالهكساديسيمال استخدم الرمز اللي تم الاتفاق على تحويل رقم 15 بي. فهنا حرف الاف يعوض عن الرقم 15، فاجي اكتب الاف، فالرقم بالهكساديسيمال صار عندي F5
المفروض اي سي، انا غلطان بحرف برقم 9. زين، بما انه على اليسار عندي بادي الرقم اللي متكون من الهكساديسيمال، باقي بادي بحرف فيسبق الحرف دائما رقم صفر، رقم صفر، حتى دائما ها قاعدة بالهكساديسيمال نمبرز. على اليسار اذا بدا الرقم بحرف فيسبق بصفر اضافي، ما راح يغير القيمة لكن راح يسهل الفهم انه هذا لا اتعامل ويا رقم من نوع هكساديسيمال. اوكي، لانه هنا أنا ممكن الناتج يكون اف 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 فبي بي بي، او مثلا اي 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 بي بي بي، ممكن يسوي ارباك، هل المقصود به هذا رقم او مقصود به يجوز انستركشن؟ يعني اكو هواي انستركشنز، اكو واحد من الانستركشنز اللي راح ندرسها اسمه اي 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 3 ايات، فهذا مرات يسوي ارباك للحاسب، هذا اللي يكتب يقصد به رقم لو يقصد به فد امر معين. فدائما اذا هكساديسمال لوجود الحروف حتى يمنع الارباك، اذا بادي على اليسار بحرف، اذا بادي بحرف نبدي على اليسار نضيف صفر، ما يأثر على القيمة، لكن ما يزن انه مكتوب عندي هو عبارة عن رقم. زين، هنا انا هسه بديت ادخل في نظم الترقيم، فلازم اميز نظم الترقيم هذا الناتج هو شنو، فلازم اجي اكتب وياه هكس، ما طول دا استخدم هكس ديسمال ابين وياه هكس، استخدم نظام عشري اكتب وياه دي اي سي ديسمال، استخدم نظام باينري اكتب قبل بعده بي اي ان، وهكذا. هنا أنا هذه 16 صفر. زين، هسه هنا أنا إذا أريد نسوي عملية معكوسة من الهكساديسيمال نحوله إلى العشري، نريد نشوف هذا الرقم ماذا يكافئ بالعشري، فشو راح يصير؟ البيز مرفوع للصفر، عندي المرتبة اللي بعدها البيز مرفوع للواحد، البيز مرفوع لاثنين، البيز مرفوع لثلاثة، البيز مرفوع للأربعة، للخمسة، للستة، وهكذا. نجي كل ديجيت مضروب بالقيمة، أو كل بيز مرفوع للأس يساوي الرانك ماله، ينضرب بالقيمة اللي مكتوبة بذاك الديجيت. فهنا عندنا السي هي شو تكافئ 12، ف12 مضروبة في 16 الصفر، ف16 الصفر قيمتها واحد، فهنا ناتج عملية الضرب هذه يبقى 12. زين، هنا أنا 9، أوكي خلينا نمشي على هذا الرقم، 9 مضروبة في 16 أس واحد، أوكي اللي 16 اس 1 معناته 16، الواحد هنا ما له راح يكون له دور، ف9 في 16 زائدا 5 في 16 اس 2 زائدا 15 في 16 اس 3، اوكي على اليسار انتهى بقي كل الاصفار، مجموع نواتج الضرب لهذه القيم في الديجيتس الاربعه اللي موجوده هنا بالهكساديسيمال راح يحول اياها الى القيمه المكافئه له بالنظام العشري، بالنظام العشري. ممكن اي واحد يجربها بالحاسبه ويعرف هذا الرقم ايش قد تكون، ماذا يكافئ بالنظام العشري. مثال هنا كومبير ذا هكس على اسم النمبر اي بي سي هكس تو باينري، نعم مثال اخر. زين، هنا العمليه اذا كانت باتجاه معاكس، هنا سوينا تحويل من باينري الى هكس ديسمال، العمليه باتجاه المعاكس ايضا سهله، تكون بواسطه عزل كل ديجيت موجود بالهكساديسيمال نمبر ونحول كل واحد من هذه الديجيتس الى 4 بتات بصيغه الباينري، 4 بتات بصيغه الباينري. بعدنا الاول واحد السي اللي موجود اللي سيجنفكنت ديجيت السي، السي هو المفروض شنو يا رقم؟ 12، السي هو 12، 12 شلون تحوله الى باينري؟ تبدي تقسيم متكرر، 12 تقسيم 2 يطلع 6، الباقي ايش قد؟ 0، 6 تقسيم 2 قيمة ايش قد؟ 3، الباقي 0، فأول شيء بدينا بصفرين، 3 تقسيم 2 الناتج 1 ويبقى عندي 1، فإذا هنا صار عندي 1، نزل 1. زين، الواحد تقسيمه على 2 ما يقبل، فيطلع الواحد أو الناتج وكأنه 0.5، فمعناته الباقي عندي 1، فصار ال 12 اللي هو يكافئ اللتر سي صارت القيمة مالته 1 1 0 0، 1 1 0 0، هذا هو الليست سيجنيفيكانت ديجيت. زين، الحرف بي، حرف بي ايضا البي شي كافئ القيمه 11، ايضا اجي اقسمها بشكل متكرر على 2، 11 تقسيم 2 حيطلع الناتج 5 ويطلع عندي باليد باقي 1، فهنا أنا حينزل عندي 1، ينزل في مرتبه الليست سيجنيفيكانت، اول عمليه تقسيم الباقي مالتها حينزل في محل الليست سيجنيفيكانت ديجيت. زين، 5 تقسيم 2 حيطلع الناتج مالتها ايش قد؟
ناتج 5 تقسيم 2 2، ويبقى عندي باليد واحد، فهذا باليد واحد انزله ناتج، العفو مو باليد واحد يعني باقي من القسمه واحد، فراح ينزل الديجيت اللي بعده 2 تقسيم 2 3، العفو 3 تقسيم 2 صفر، ويبقى عندي واحد ينزل بالمرتبة الأخيرة. الأي 10، الأي 10 زين. العشرة لو أجي بطريقة أخرى ممكن أقول أنا شنو التشكيلة اللي أسويها بحيث يطلع عندي 10، الواحد اثنين أربعة ثمانية، فبسهولة أقول إذا خلي هنا أنا واحد وخلي هنا واحد، فالاثنين ويا الثمانية حيطلع المجموع مالتها 10، أو واحد ممكن يسوي عملية تقسيم المتكرر اللي هي يحصل نفس النتيجة 0 1 0 1. فالباينري النهائي لكافة هاي الهكساديسمال فاليو هو أن تجي تنزل كل واحد بما يكافئ، تبدي باللي سيجنيفيكانت ديجيت 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1، فهاي الباينري فاليو اللي تكافئ الهكساديسمال فاليو اي بي سي. مثال آخر، compare the following number to 1 3، 213، بس هنا شنو بنظام الأوكتال to binary، حول هذا الرقم 213 بنظام الأوكتال حوله إلى الباينري. زين شو نتم هاي العملية؟ أيضا نأخذ هنا أيضا أكو توافق بين ليش هو ليش اختاروا النظام الثماني؟ النظام الثماني بسهولة يتحول إلى الباينري، ليش؟ لأنه كل ديجيت اقدر احوله الى الباينري زين واحجز له 3 مراتب 3 ديجيتس 3 باينري ديجيتس، هنا انا احجز له لازم 4 ديجيتس، يعني انت اذا نتيجه عمليه التحويل تولد عندك فقط واحد من الارقام بالباينري انت لازم تضيف على يسار اصفار حيث يكون العدد الكلي 4 بيتس 4 بيتس، هنا يتولد عندك 4 بيتس وهنا يتولد عندك 4 بيتس، تجي تجمع كل هاي ال4 بيتس بالتسلسل 4 بيت يما 4 بيت يما 4 بيت حيتولد عندك الرقم بالباينري. إذا تحول من أوكتال إلى باينري تجي كل رقم من هالأرقام تحجز له 3 بتات، الثلاثة هنا أنا لما نريد نحولها إلى الباينري الثلاثة نقسمها على 2 الناتج مالتها 1، ويبقى عندي باليد 1، الواحد أقسمه على 2 ما يقدر يتقسم فيطلع عندي الواحد مباشرة، هنا أنا عندي خلصت الأرقام لكن أضيف صفر من عندي ليش حتى أملي 3 ديجيتس أملي 3 ديجيتس. الواحد هنا أنا بالاوكتال لما احول الى الباينري راح يبقى ايضا واحد احاد، الواحد راح يتحول الى واحد، اضيف على يسار اصفار 2 حتى احجز له ايضا 3 ديجيتس 3 بيتس. اوكي اجي الرقم 2 بالثماني لما اريد احوله الى الباينري فورم ايضا تقسيم متكرر او ممكن بسهوله واحد يبدي يتعود عليهم، فهنا عندي 1 2 4، فإذا أخلي هنا مكان ثاني واحد اللي هو الوزن 2 مجرد هنا أخلي واحد فمعناته أنا كتبت هسه الصفر الواحد لغيته والأربعة لغيتها فقط خليت 2، فأيضا هنا نتأكد أنه عنده أحجز 3 بتات، فبالتالي حتى أحول هذا الأوكتال إلى باينري أجي أجمع هاي 3 بتات بس أخليها بشكل متسلسل، فصار عندي 1 1 0 1 0 0 وصفر واحد، هنا أنا صفر على اليسار تكتبه أو ما تكتبه ما راح يفرق بقيمة رقم أصفار على اليسار ما لها دور في عملية الترقيم. زين هنا أنا حننتقل إلى نظم ترقيم أخرى شوية جديدة ما مر عليكم، لكن باختصاصكم وأعتقد هاي بالمستقبل ممكن هواي من عندكم يتعاملون وياها حتى يكون لكم هذا الموضوع فائدة مستقبلية. هنا أنا مثال معطينا how many cars can be defined using a name plate contains only 7 digits each digit may contains a number or an English capital letter. هنا أنا عندنا نظام ترقيم جديد الديجيت أي ديجيت ممكن يحوي أرقام وحروف، الديجيت الواحد ممكن يحوي كل الأرقام وممكن يحتوي كل الحروف اللي كابيتال لتر انجلش كابيتال لتر. زين هنا حتى نجي نعرف هذا ما هو اكبر رقم انا اقدر اكتبه
باستخدام 7 ديجيتس. هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 ديجيتس. 7 ديجيتس نظام ترقيم مستخدم في لوحات السيارات، طبعا اوروبا كلها تستخدم هذا النظام. احنا بعد في بدايات الانتقال الى وجود احرف مع الارقام، بعدنا بالبدايه، لحد الان حطوا فقط حرف على اليسار. خلينا نشوف شنو فائده هذا نظام الترقيم. 6 مراتب لكن استخدموا بالمرتبه الواحده، استخدموا ارقام وحروف، مفتوح الموضوع، مو فقط ارقام ولا فقط حروف، هنا ارقام او حروف بالمرتبه الواحده. زين، لكن انا شنو حددوا انه انا استخدم فقط الانجليش كابيتال لترز، لشويه شو نقول يقللون موضوع الاشتباه وتمييز الاحرف، فالكابيتال لترز شويه ممكن تمييزها الكترونيا او حتى بالنظر بشكل اسهل. زين، حتى اقدر اعرف اكبر رقم يقدر هذا السيستم الجديد زين يوصل لي وشنو. لازم افتهم البيز، البيز اللي هو شنو عدد الرموز التي يمكن ان تكتب في ديجيت واحد. البيز بالنسبه لهذا الرقم هو عباره عن شنو، 10 زائد 26، هاي العشرة شنو هي؟ عدد الرموز التي يمكن كتابتها بواسطه الارقام، اللي 0 1 2 3 الى حد 9، هذني 10 رموز، زائد الرموز التي يمكن كتابتها باستخدام الانجليش كابيتال ليترز هي 26 حرف. تمام، فالبيز يساوي عدد الرموز كلية التي يمكن كتابتها في اي ديجيت، ف10 زائد 26 صار عندي البيز يساوي 36. فاول شيء احسب البيز بنظام الترقيم المستحدث، اي واحد منكم ممكن يستحدث نظام ترقيم ويستعمل في اي منظومة، منظومة ترقيم معدات، منظومة ترقيم في مثلا محلات، او مهما يكون منظومه الترقيم تخص سيارات. مكان ما مثلا كل الديجيت مكان ما 6، ممكن انت واحد منكم يقول عن 6 هوايه وراح اضطر اخلي الكتابات صغيره، لا ممكن اسويها 4 ديجيتس وانا اغطي كل احتياجاتي. خلينا نشوف هنا هسه هذني ال 7 ديجيتس ايش قد راح يغطن من سيارات بحيث انا اقدر اصدر لهم. ماكسيموم نمبر يوزنج 7 ديجيتس شو يساوي؟ يساوي البيز اللي هو قيمته 36 مرفوع للأس اللي يساوي عدد الديجيتس ناقص 1. هذا قانون من خلال المثال، هذا قانون استعملناه طبعا تحفظه تقدر تستعمله ان شاء الله بالمستقبل. زين، يساوي البيز مرفوع للأس يساوي عدد الديجيتس ناقص 1. زين، فعدد الديجيتس يساوي 7، 36 أس 7 ناقص 1 الرقم يساوي 78 مليار و364 مليون هذا الرقم في الحقيقة يقدر يرقم كل السيارات اللي موجودة بالعالم، كل السيارات اللي موجودة بالعالم. فمجرد انه انت تزيد البيز تبدي تنفتح نظام الترقيم، ينطلق الى افاق جديدة يسمح لك بترقيم اعداد مهولة من الكومبوننت والادوات. فلذلك يعني بدون ما يصير خلط تقدر انت باكر في يوم من الايام تقول ها خلي انا مثلا الحرفين الاولى تميز المدينه حتى اسهل فرز مصدر السياره من يوم المدينه الجايه، لاسباب خلينا نقول اداريه، لاسباب تنظيميه. زين، والباقي اخليها الخمسه او البقيه اخليها كارقام تمييزيه للسيارات، ايضا تكون عندك مرونه كامله بحيث ترقم ارقام لا حصر لها وبدون اي مشاكل. ممكن ايضا عدد ديجيتس مكان ما انت مستخدم 7 ديجيتس الارقام يكون حجمها صغير، لا ممكن تسويها 5 ديجيتس والارقام تكبر حجمها، بالتالي ممكن قراءه النيم بليت لوحه السياره من مسافه بعيده بدون مشاكل. زين، مثال هنا اخر، how many cars can be defined using a nameplate contains only two digits. عندي هنا سيارة هي two digits but هنا شنو، the most significant digit may contains an English capital letters only with the least significant digit may contain a decimal numbers only. هنا أنا صار عندي نظام ترقيم hybrid، البيز ما مساوي، البيز ما مساوي، البيز مختلف. اوكي، فهنا أنا عندي على اليمين البيز 10، على اليسار البيز 26، فهنا البيز 26، هنا البيز 10. زين، الرقم ايش راح يصير؟
لا هذا الحل مو صحيح 100%. هنا أنا مو مجموع، عندي مضروب بسبعة. هنا أنا المفروض مو مجموع عندي، يصير عندي مضروب ما بين البيز مرفوع للأس اللي يساوي الرانك، مضروب في البيز للديجيت الثاني مرفوع للأس اللي يساوي للرانك الثاني. فالمفروض هنا أنا هذا عندي إرادة تصحيح، هذا بيجي نوع من الخطأ، فراح يصير عندي 10 مضروبة في 26، 10 في 26 راح يكون عندي إيش قد؟ 260 سيارة. هذا رقم إرادة إعادة نظر، أوكي إعادة نظر في مشكلة. فالرقم راح يكون عندي البيز للرقم الأول مرفوع للرانك أوف ديجيت أي مضروب في البيز اللي خاص بالديجيت الثاني مرفوع للرانك بالديجيت الثاني، فراح يكون عندي 26 مضروب في 10، العدد راح يطلع 260 سيارة. مثال آخر: How many address lines are required to access all the elements in a 3 kilobyte memory؟ العملية معكوسة، عندي أرقام أريد أعرف كم ديجيت أحتاج حتى أقدر أقرأ كل الأرقام أو أوصف كل الأرقام في مدى معين. هنا إيش مطينا؟ مطينا مثال عندي ميموري متكونة حجمها 3 كيلو بايت، 3 كيلو بايت. زين، كم أدرس لاين أقدر أستعمل حتى أقرأ كل المحتويات من هذه الميموري؟ أوكي، ممكن بشكل آخر واحد يقول لك عندي مثلا مخزن ب 10 مليون ايتم، وراح استخدم نظام ترميز يحتوي ارقام وحروف، كم مرتبة احتاج حتى ارمز هاي ال10 مليون ايتم؟ كم مرتبة احتاج حتى ارمز هاي ال10 مليون ايتم؟ نفس الاسلوب يتم حساب بالشكل التالي: نجي اول مرة نحسب الادرس، عدد اللوكيشنز الكلية أو عدد الآيتمز الكلية اللي يحتاج إنه أرمزها أو أعطيها أرقام باستخدام نظام الترقيم المقترح. هنا أنا شنو مطلوب عندي؟ أدرس لاين معناته نظام ترقيم اللي يحتاج أستعمل حتى أقرأ الداتا من هنا، معناته نظام ترقيم باينري. أدرس لاينز لحد الآن تستخدم 0 1، فمعناته نظام الترقيم اللي حستخدمه هو باينري نمبرنج سيستم حتى أقدر أقرأ المحتويات من ميموري. فأجي 3 مضروبة في 1024 حتى أحولها إلى السايز، ندري إحنا الكيلو بايت الواحد في منظومات الميموري يساوي 1024، ف3 في 1024 ناتج الضرب أخذ له لوغاريتم، لوغاريتم من الأساس 2، لوغاريتم من الأساس 10، ماكو أي إشكال، المهم تأخذ له لوغاريتم، تقسم الناتج اللي ظهر بالبسط على لوغاريتم البيز مال نمبر سيستم اللي أنت حتستعمله، ناتج القسمة ثبت هنا كرقم، راح تجي تقرر إذا طلع عندك رقم صحيح معناته مباشرة هذا العدد الصحيح يمثل عدد الديجيتس اللي تحتاجها بنظام الترقيم الجديد اللي هتحتاجه حتى توصف الإليمنتس اللي موجودة اللي هنا مثالنا ميموري لوكيشنز. إذا طلع بيه كسر فتحتاج تقرب هذا الرقم إلى الأعلى، يسموها راوندت أب إلى 12، مكان ما تقربه تلغي الستة، لا يعني مو قربنا لأنه هاي الستة أكبر من خمسة، لا في كل الأحوال حتى لو طلع 11.0001 أنت تقربه إلى القيمة الأعلى، تقرب إلى قيمة أعلى، فهاي الحالة حيقرب إلى قيمة أعلى، فراح يكون عندنا 12. 12 ديجيتس هي عدد الديجيتات الضرورية لاستخدامها خلال كأدريس لاينز حتى أقدر أقرأ من ميموري حجمها كاملا، حجمها 3 كيلو بايت. طبعا باستخدام انا بما انه قربت الى قيمه اكثر من 11.6 الى 12 معناته انا راح اقدر اقرا اكثر من 3، لكن انا في الحاله الداتا او الميموري مالتي موجوده فقط حجمها 3 كيلو بايت، القيم اللي خارج هذا الرينج حتقرا اصفار ماكو مشكله، انا عندي معلومه سابقه الميموري مالتي هي فقط 3 كيلو بايت، اي قيمه خارج هذا الرينج حيكون قيمه القراءه لها او الكتابه لها حتولد لي اصفار، او بعض المنظومات حسب اللوجيك سيستم ممكن تولد لك وحدات وهكذا. فإذا 12 address lines are required
to access 3 كيلوبايت ميموري يونت. هنا أنا مثال آخر compare the number 7777 decimal to 86 decimal 4. أريد أحول هذا الرقم إلى ما يكافئ بالهكساديسيمال. ممكن تحول من 20، لأن هذا ديسيمال 20، حوله إلى باينري وبعدين باينري إلى هكساديسيمال. لكن هذا الطريق نوعا ما مطول، المفروض أن تتبع الطريقة اللي قلنا عليها، نسوي تقسيم متكرر. عملية التقسيم المتكرر شلون تصير؟ خلينا ننفذها هنا. عندنا رقم 7777 قسم باي 16، الناتج ايش قد؟ 486. ناتج القسمة 486 وعندي باقي واحد، عندي باقي واحد، واحد من قسمت على 16 طلع عندي 480 بوينت فت قيمة. اجي اوخر ال 486 واستخدم فقط البوينت، اضربه في 16 راح يبين عندي الباقي. 486 اقسمها مرة اخرى على 16، ناتج القسمة حيطلع 30 لكن الباقي 6. مرة اخرى 30 تقسيم 16 اوكي، حيطلع الناتج 1 وباقي عندي 14. ال 14 اكتب ما يكافئها بالهكساديسمال، ال 14 تكافئ الرمز اي، فاكتب الاي بالهكس، اي تنكتب واحط قيمها هكس حتى لا يصير عندي ارباك. هاي الاي شنو معناتها؟ الباقي 14 اللي بقى عندي 1 اقسمه على 16، طبعا ما يقبل يتقسم فينزل الواحد مباشره، فينزل الواحد مباشره لانه ما يقبل قسمه على 16 اصغر من 16. زين، القيمه النهائيه هذا اول عمليه قسم، الباقي من عندها هو اللي سيجنفكنت ديجيتس، اللي بعده هو الديجيت الاعلى وهكذا. فصار عندي 1 6 اي 1، 1 6 اي 1 تحول الرقم 717 الى ما يكافئه بالهكساديسيمال فاليو. اوكي، اللي كانت على اليمين وبعد الستة وبعد الاي وبعد الواحد. زين، هوم وورك او كويز لكم. زين، استخدم consider a numbering system that is based on 28 Arabic letters. نظام ترقيم يستخدم الحروف العربية ال 28 حرف عربي. أوجد الرقم الذي يكافئ، أوجد الرقم بالعشر الذي يكافئ الرقم سعيد. يعني سعيد ما أقصد به اسم، ممكن واحد يقول هذا اسم وأنا بس راح أحوله إلى رقم. فعندي نظام ترقيم يستخدم الأحرف ال 28 العربية، وكتابة رقم عبارة عن سعيد، ماذا يكافئ بالعشر؟ فهذا هوم وورك تحلونا يا طلاب، شوف شنو النتيجة راح تطلع، شو راح نبدي نحولها لما يكون عندنا هنا البيز يساوي 28. ملاحظة، انتبه، حط ببالك أول حرف بالعربي أكيد لازم يكون يوازي القيمة صفر، فالأليف بالعربي يكافئ صفر، الباء راح يكافئ واحد. زين، أليف باء تاء، التاء معناته حيكافئ اثنين، تاء راح يكافئ ثلاثة وهكذا. فلما تحسب على النظام عندك الرانك وعندك البيز وترفع البيز، ترفع لقيمة الرانك وتضرب في القيمة في الديجيت، تحسب وزن الحرف. زين، تحسب قيمة الحرف الواحد، لكن تأخذ بنظر الاعتبار أنه عندك أول حرف الألف ويكافئ صفر، فهكذا تبدأ تحسب حتى تطلع لنا قيمة الحرف تضربه في البيز مرفوعة للرانك. سؤال ثاني ككويز مطلوب من عندكم تقدموا لنا اياه حل وترفعوا لنا اياه على الكلاس روم. What are the minimum digits that are required to assign a new name plate to 40 مليون cars 40 مليون cars in Iraq؟ اوكي، ما هو اقل عدد من المراتب الديجيتس احتاجها حتى ارمز 40 مليون سياره بالعراق؟ اوكي، لكن هنا شنو يعطينا؟ يقول نظام الترقيم the suggested numbering system may contains numbers R and capital English letters at every digit. فهنا أنا
أكفد افتراضية أنه عدد السيارات بالعراق تصل إلى 40 مليون سيارة، فنريد نخطط نحدد عدد أو حجم اللوحة اللي راح نثبتها على السيارات باستخدام نظام ترقيم يحتوي على أحرف إنجليزية ويحتوي أرقام. في أي واحد من الديجيتس ممكن أكتب حرف إنجليزي كابيتال لتر أو أكتب رقم، فكم هي الديجيتس التي أحتاجها زين حتى أقدر رقم 40 مليون سيارة محسوبها مثلا من ال100 سنة؟ أنا عدد السيارات ما راح يزيد عندي عن 40 مليون سيارة، أوكي؟ فأريد أشوف إيش قد النيم بليت أو حتى أثبت وأصنع الكمية 40 مليون لوحة، وأبدي كل ما تجي سيارة أعطيهم اللوحة اللي يحتاجوها. اللي هنا تنتهي محاضرتنا.